عندي فراخ، مش هعمل حاجه تاني بس غير ان انا اتبل الفراخ. وهاخد ايه؟ هاخد البصل المبشور ده، اخد منه الميه ليه تتبيله الفراخ، والباقي على الباشا ده على اللحمه. هنا بصلايه مبشوره كبيره كده ماشي. وبعد كده بقوم واخد عندي طماطمايه برضو نبشرها مع البصل ماشي. ده اول حاجه هشرح لكم كل حاجه دلوقتي احنا هنشتغلها ازاي. يمكن ساعات الحلقه الملامح بتاعتها بتبقاش واضحه غير لما ايه ما نندمج جواها، فكل الموضوع بيبقى بسيط وسهل يعني. طيب هنا بعد كده بقوم واخد عندي الباشا ده كده البصل مع الطماطم اهو، الاثنين مع بعض ايه عصره ومعصره كده بالتمام يعني ماشي اهو. ده عندي ايه البشر بتاع البصل بتاع الطماطم، نقوم واخدينه كده وحاطينه هنا في البوله ديت وحاطين عليه لحمه مفرومه. ده كلام جميل. وشويه البابريكا المحترمين دول مع شويه البهارات يديله. بعد كده نقوم واخدين عندنا الملح والفلفل. ده بالنسبه لايه؟ للحمه. ربع كيلو لحمه مفرومه، ها؟ دي ربع كيلو لحمه مفرومه. من هنا برضو بقوم واخد عندي على ميه البصل ديت شويه ملح، وقوم واخد عندي شويه فلفل وشويه من بهارات الفراخ. كلام جميل، كلام جميل جدا. اقلب الخلطه دي مع بعضها. وادي التتبيله اللي انا هعملها للفراخ، اللحمه المفرومه. نكون جايبين ربع كيلو لحمه مفرومه ملبسه، ونبشر البصل وبشر الطماطم بعد ما عصرتهم كويس جدا، وشويه الملح والفلفل والبهارات. نسمغ عندنا الباشا ده. حلو، ادي كده الايه؟ الربع كيلو من اللحمه المفرومه هيعمل لنا حوالي كام لقمه؟ حوالي خمسه سته ولا حاجه كده، تبقى زي الفل. نقوم راكنينها كده هنا. ماشي، كل حاجه سهله جدا. ماشي. نقوم عاملين ايه؟ كل حاجه سهله لو المطبخ بتاعك متنظم. بس هو دي الفكره يعني. بجيب عند صدور الفراخ ونمسك كده بميل ونقطعها كده. ماشي اهو. ناخد عندي الصدر التاني والفيليه ده اهوت، نعمله على كده زي ما حضرتك كده شايف كده بميل كده اهو. بصي الشريحه عامله ازاي، بميل كده اهو. السكينه بتاعتي تكون حاميه فتطلع لك شريحه رفيعه جدا يا عيني، وما تاخدش وقت معاكي، طعمها حلو قوي وبتبقى على قد ساندوتش البرجر بالظبط. تمام كده، يبقى احنا عملنا ايه؟ دول الحشوات الاساس، عشان كده بدأنا بيهم الاول عشان هياخدوا وقت. طيب تعالوا بقى نشوف ايه القصه الثانيه، العجينه. انا عايز عجينه مخدومه زي العجينه تتخدم معايا وتبقى مظبوطه. عن طريق ايه بقى؟ بجيب عندي كوبايه من الحليب تكون دافيه شويه، بحط عليها معلقه سكر كبيره، وبحط عليها معلقه من الخميره الفوريه، وبحط عليها واحد عدد بيضه. اديله يا باشا. لا خليه يشتغل اهو يا حبيبي. ونقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم واخدين دي كده الباشا ده كده الاثنين مع بعض، او ثلاث حاجات مع بعض اهو، مقلبينهم مع الحليب، واسيبهم يخمروا. حلو كده. يبقى كوبايه من الحليب الدافي، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، واحد عدد بيضه، واسيبهم ربع ساعه. احنا في الجو ده بالصلاه على النبي كده 10 دقائق من الاخر. اقوم واخد عندي بقى ايه نص كيلو من دي المخبوزات، حاطينهم هنا في العجان. بص شكل الخميره، شكل الخميره عامل ازاي. احنا طبعا عاملينها بالهواء، دي اصلا المخبوزات لازم تتشم بالريحه بتاعتها عن طريق الخميره اللي احنا بنعملها الجميله ديت. نقوم حاطينها. يلا
هنا الدقيق والخميرة، تمام، الزبدة والملح، رشة ملح بسيطة قوي بس. احتاجت مية اديها مية، ملهاش لبن وخدها خلاص، هي لو احتاجت مية اديها مية بس. كلام جميل. ثواني يا استاذ حمدي. محتاجه زي ما اتفقنا اي حاجه سايله بديها ميه، ما بديهاش ايه حاجه تانية يعني. استنى كده شويه بس، شوية ماء صغيرين قوي. اتفضلي يا باشا. في سؤال بقى بيتسأل لي على طول مهم جدا، وهي موضوع الخميرة. هو لو الخميرة اتحطت فوريه يا عم محمد كده على الضيق وخلاص، والمية حطيناها وكل حاجة، ما هو الفرق؟ هو الفرق في الريحة، ريحة العيش نفسه يعني. هو الخميرة هتشتغل على فكرة، ما فيهوش أي حاجة والله، واللي هتخمر وهيطلع تمام، مفيش اي مشكله. الفكره في الريحه بتاعت العيش بتاعي لما بيطلع من الفرن. البولش ده هو اللي بيخلي ريحته جميله قوي وبيوديه في حته ثانيه. وفي نفس الوقت برضو عارفين الفراغات اللي بتبقى موجوده في العيوش، هو بيبقى من الخميره نفسها اللي احنا بنعملها، اللي هو البولش اللي احنا بنعمله قبل التسويه يعني. الخميره لو اتحطت كده لوحدها تلاقي العيش مكتوم شويه. هلبس جلافز، عايز اعمل يا حمدي البرجر عشان اوريك طريقه حلوه قوي. يلا يا باشا، اديها ايه؟ اديها حته زبده كده عاملها هنا في الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واقوم واخد عندي اللحمه المفرومه دي، هعمل ايه؟ هعملها صغيره قوي. بص كده اهي، حاجه بيتي كده اهو. يلا هنا كده ماشي. انا كده كده هعلي عليها بعد ما ايه هنرجع. افضل ايه هنعمل ايه؟ اعمل خمسه بس كفايه. على فكره انا هعمل يعني الخبزة هتحط فيها اتنين مش واحدة. نعمل كام؟ نعمل اربعة يعني تمانية كده اهو. حاجة بيتي كده ايه جميلة. حطهم كده على بعض وروح عندي على الطاسة يا باشا اللي فيها زبدة واديله. الله الله ماشي هنا يا باشا. وممكن برضو على فكره الفراخ نعمليها بنفس الطريقه، بنفس الطريقه تشتغلي بيها اللحمه المفرومه ديت، ونحشي بيها الكايزر اللي احنا هنعمله. الله الله الله، شويه زيت صغيرين عليهم برضو مع الزبده. بص يا خال، حته كده ايه، حتة جميلة أنا بعملها حلوة أوي. بص دي تقوم عاملة فويل كده ماشي، وتقومي إيه واخداه مطبقة على اتنين أهو، ونضغط عليه ونضغط على الفويل كده. كلام جميل. وبعد كده نضغط دي على اتنين برضه أهو، ونضغط عليها كده، وأقوم جايب دي على اتنين برضه. بصي بعمل اساور للبرجر، فبعملها تكون محمله قوي. ابص لفوق انا طبقته كام مره كده، وبايديا كده بطن ايديا كده اهوت، ايه اموت الحته دي. وبعد كده اقوم رايح فيها حمدي اخر واحده اهيت، وعاملينها كده اهو. ماشي. وبعد كده يا باشا
اجيب بقى اي فورمه يا حمدي عندي مدوره، او مش شرط تكون مدوره عادي يعني، انا ممكن اعملها لك على فكره من غير من غير فورمه مدوره ولا حاجه، نقوم عاملينها كده. بص اهي بايديا، بص بايديا عشان بس اسهل لك الموضوع خالص. ماشي حلو كده. اقوم واخد ايه بقى، اقوم واخد عندي المقص يا باشا، والله ما تاخد منك وقت وتفتكري لا مش تاخد منك وقت. وبالمناسبه بتستخدميها في اكتر، بص يا حمدي الدول دي بتقوم رايحه هنا كده اهي بس كده اهو، بعد كده بنقوم جايبين عشان بس دي تظبط معانا وما تفكش معانا خالص دباسه بس، وبعد كده ابدا ان انا اظبط الراوند بتاعها كويس قوي عشان تطلع معايا مظبوطه اهي يا باشا. شايف عامله ازاي؟ دي تشتغل معاكي مش مره بس، دي تشتغل معاكي كتير قوي. اساور، اساور عاديه جدا اهي، نعملها نعمل حوالي كام واحده في البيت ونحطهم عندنا نشتغل بيهم في حاجات كتير قوي على فكره. يعني انا ممكن اعمل فيها طرط سابليه على فكره، دي اعمل فيها طرط سابليه، دي ممكن اعمل فيها مخبوزات، اعمل فيها اي حاجه باي داخله الفرن ممكن نعملها في الاساور ديت. ففكره حلوه قوي، اهم حاجه بس اديناها شويه زيت صغيرين وبعد كده ابدا اشتغل فيها ان شاء الله تطلع معاكي مظبوط. نعمل ايه؟ اعمل بس شويه الفراخ دول، اعملهم دقيق ادي الفراخ بتاعتنا كده اهو، الشرايح الجميله ديت نحطها كده في دقيق، وبعد كده نقوم شايلينها نفضها كويس قوي كده، ما التلج هوبا شيل حط تاني في الدقيق كده، البريدنج بتاعنا بقى تمام وطبقه الكراست دي تطلع مظبوطه معانا. بص الضغطه ديت دي اهم حاجه في الموضوع كده اهو كده، وتلف فيه لازم تتلف كده وتاخد دقيق، وبعد كده نقوم ايه ضاغطين الدقيق فيها، تاخد دقيق وبعد كده نقوم ضاغطين الدقيق فيها، وبعد كده نقوم واخدين اتنين قصاد اتنين ونقوم عاملين كده هوب نفض. الصلاة على النبي، اصحى للكلام اهو. ناخد الباشا ده ونروح فين؟ عندنا على طول على زيت سخن، اديله دي لحمه وده فراخ. ماشي ببدا ان انا احط الحاجه ديت في الفرن، انا ما بحط بص طول ما انا عندي بوتاجاز فرن انا ما بحطش صاج واحد بس، صاج واحد بس اضمن لون وتسويه وجوده، ما احطش انا صاجين واقعد ابدل واعمل بتاعه لا. بص اهي رغم بص الفرن عندي فيه كام رف. ماشي انا بقول لك والله بحكم خبرتي بقى في السنين الطويله ديت في الفران البلتي ان بالذات، انا ما احطش الا فوق فرن واحد صاج واحد بس، ده اللي انا هشتغل عليه 180، بشغل الفرن فوق وتحت ومروحه وخلاص وانتهى الامر على كده. الفراخ برضو نفس الكلام، هنبدا نجهزها هنا كده لحد ما تبدا اللي هي برضو الفرن يحقق معايا درجه حراره اللي فوق ونبدا نسوي فيها. اتعملت ازاي دي؟ دي الاساور يا عم حمدي اهي، الاساور اللي احنا عملناها عاملين كام واحده ودهنينهم بالزيت. ماشي ممكن نروح عندنا الاساور اساور اهي ودهنينهم بالزيت، حلو الكلام. طيب بنبدا نروح عندنا ناخد عندنا صواني كيتش نوفا، عندهم اكتر من كذا مقاس واكتر من نوع، هناخد عندنا اللي هي الصواني البيتزا بتاعتهم دي اللي هنشتغل بيها ان شاء الله، وعندهم الكيو ار كود قدام حضرتك تقدري تكلميهم، وعندهم عروض هايله قوي دلوقتي على الصواني ديت، صواني المونيوم محترمه 2 مللي محمله ما بتقواش في الفرن، نفس الوقت عليها الطبقه الجميله بتاعت الالومنيوم ديت اللي هي بتخلي الحاجه تبقى زاهيه كده وشكلها حلو. هناخد دول ونشتغل فيهم تمام اهم، دول هناخدهم ونشتغل فيهم. تعال كده اقوم واخد دي حاطين الاساور ديت، كل واحده واحده لازم تبقى فيها في فرق ما بينهم كده. الحاجه يا صاحبي يلا. طيب ايه بقى الحوار؟ بص يا باشا ادي العجينه بتاعتنا اللي اتعجنت وسيبناها ترتاح معايا، بص عامله ازاي، انا عامل دي قبل الهوا عشان بس تكون ايه صراحه مع بعض كده. بص يا باشا كده ناخدها بايدينا بالراحه خالص، اقوم واخد دي بايديا كده بسم الله الرحمن الرحيم
فاتحينها كده بايدينا، ممكن بس سن الدقيق بسيطه جدا جدا جدا. ادي العجينه، حلو الكلام. ادي اللحمه، اضغط كله زي الفل. اضغط انا بس بالراحه، شغال بالراحه وبشرح واحده واحده. احط الجبنه ماشي واضغط، خلي بالك بقى من التكنيك، ها. واضغط، حلو الكلام. طماطم واضغط، شريحه بصل واديله، اقوم مدي ايه لحمه تاني، ما كفايه بقى. اقوم واخد ايه، عامل ايه، بص بص، مقفل كل الباشا ده مع بعض. في جمال كده؟ مفيش جمال كده، اهو بص يا باشا كده اهو، هوب هوب هوب، ندورها كده زي البرجرايه، ونقوم رايحينها فين وحاطينها على الاستاذه الاساور الجميله دي، واضغط عليها بايديا، اسكنها جوه الاساور بتاعتنا. يا عيني على الحلاوه، ماشي. اديله كمان واحده باشا اهي بايديا كده، نقوم ايه قاطعين واحده كده، ايدينا تكون فيها دي شويه دي صغيرين، جبن احمر. والله سهله جدا اهي، طماطم، واحده لحمه كمان، ورق بصل. بص كده، بص بص بايديك كده، بايديك كده اهو، تلم الحروف بس، الحروف بس اهو اهو. يا عيني، نضغط نموت الحروف دي، نقوم قلبناها على الناحيه التانيه. وبعد كده يا باشا نقوم رايحين فين؟ عليك يا استاذ. الفكرة انك تاخدي الحاجة دي تسويها، بعد ما تسويها بتسيبيها تبرد، تغلفيها وتقوم حطها في الفريزر. اظن مفيش احلى من كده. بعد كده وانت في هناك في المصيف يا باشا جوعتي، تقومي مطلعها على طول، حاطه في الميكرويف عندك على طول او في الفرن، بس لو هتحطيها في الفرن غلفيها بفويل عشان ما تنشفش. لو ميكرويف على طول بالظبط 30 ثانية، هتلاقي الجبنة سايحة والدنيا فل. لا لا لا، مفيش حاجة طعمها هيتغير خالص والله نهائي. فكرة هايلة. هنحط أربع أساور عشان نعمل الفراخ. بص يا باشا بقى اللي بالفراخ، عملنا اللحمة صح؟ خش على الفراخ اهيت، حطها في صواني كاتشينوفا برضو. بصي تاخدي العجينة ازاي يا محمدي، بتقوم واخدة العجينة كده اهي، بص اوب، نقوم قاطعين ونمسك كده، نعفر قلنا بدقيق، الله يخليك. بص القرمشه بتاعت الفراخ عامله ازاي على فكره، السوا بتاعتها ايه اهو من جوه، لا عالميه قرمشه مفيش بعد كده. اديله يا باشا في النص اهو، واضغط طماطمايه يا عيني. الجبنه دي شريحه كبيره، فانا مش هحطها كده، فبضغط عليها كده، عايزه تبشريها براحتك، اقوم عاملها كده واقوم حاطها كده ماشي. كل حاجه بشرحها لك والله. بعد كده اقوم واخد عندي الفراخ دي الاطراف بس اهو، بصي بتيجي عند الاطراف بس، ما تشديش من تحت كده اهو، شغل عالي شغل عالي. ونقوم واخدين دي كده فين هنا، وانا بحطها هنا كده، ممكن اسيبها تريح شويه وبعد كده تقوم ايه ضاغطه الضغطه التمام دي عليها كده من هنا. نعمل واحده كمان ونطلع فاصل عن محمدي، نعمل واحده كمان اهو كده اهو. نقوم واخدين العجينه ديت، يا ريت العجينه ما تبقاش كبيره قوي ها، برضو عشان الحاجه تبقى طعمها باين. بص انا حاطط قد ايه لقمه، قد ايه 100 جرام تلاته كده، طماطم والجبنه كده حمديكه كده وكده وهنا، يا عيني فراخ كده. وبعد كده بصي الاطراف دي تقومي لماها، ممكن نحشي ميكس جبن لو عايزه تحشي ميكس جبن شغال كده. طيب ممكن اقول حل تاني، لو انت عايزه تعملي حاجه للمصيف برضو يا رضوى، انك تاخدي الحاجات دي بعد ما تقسميها كده ماشي، وفرزيها وهي عجينه، فرزيها كماما وقفلي وبتاع، وبعد ما تروح هناك سوي. بس الطريقه الثانيه احلى، لان ممكن لما تروح المصيف الحاجه تحل منها التبريد وتغمل وتبوظ منك والريحه لا 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 يا باشا، الحاجه مستويه، هتاخدي الحاجه تحطها في الميكرويف عندي خلاص خلصت.
نطمن على الفرن بقى، نبص على الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اوعى الشغل العالي بقى. بص يا باشا، والحلويات والقطايف واللطايف. بص الاساور دي تستلس بس عشان شاف بس احنا عملناها قبل الهوا. ساب لي الفرم اللي انا عملتها اللي هي الالومنيوم دي، وخد اللي هو الاساور العاديه. هي هي والله، وتطلع هي هي بالظبط. دي مش الومنيوم، دي اساور. عشان كده بقول لك بتجيبوها غاليه قوي وما بتلاقوهاش في اماكن كتير. عشان كده انا صنعتها، اللي هي الاساور اللي استلس دي انا صنعتها كده. فاهم ازاي؟ بتطلع طبعا الشيب بتاع البرجر حلو قوي. اقلب الصاد قلبك تاكل البرجر بقى منه. فيه برادي يا باشا، لو هتروحي مصيف برادي، حط الحاجه في الفريزر ماشي، بعد ما تبرد حطها في الفريزر وغلفها كويس وطلعها، وانت هناك كلي بالهنا والشفا. ولا اي وجع قلب ولا تحشي ولا هناك ولا اي حاجه، كل حاجه تبقى تمام. اهم حاجه تحافظي على الحاجه ديت، تبردها، ده اهم حاجه من الحر. فطبيعي لاي حد بيروح مصيف بياخد اكل معاه، بيبقى الايس بوكس بتاعه معاه. ده بيبقى لو هتاخدي اكل طبعا، لو هتاخدي اكل مش بتريق. في ناس تقول لك ايس بوكس يا عم، لازم. ما طالما تاخدي اكل متبرد يبقى لازم ايس بوكس. عشان باخد واحده من هندي اهي، اساور هوب نفتح اهو. شايفه الخبز ده نفسه عامل ازاي بقى، واللي ايه الاساور عامله فيه شغل عالي قوي. وبعد كده نقوم جايبين اهو، اديله يا باشا، اوبا اوبا اهو الجبنه والدنيا حلوه جدا ما شاء الله، حاجه منتهى الجمال اهو. والعيش واللقمه خفيفه جدا، يعني اللقمه ما شاء الله خفيفه خفيه ما فيش بعد كده اهو. يا عيني دي المعدن دي بتلاقوها موجوده، مش هتلاقوها موجوده في اماكن كتير. فحتى الناس اللي هم في الصعيد بحري قبلي مش هيلاقوا الاساور ديت موجوده في اماكن معينه. ودي بتعمل فيها حاجات كتير جدا، بتعمل فيها البرجر، بتعمل فيها تورتات، بتعمل فيها حاجات ممكن نشتغل بيها من هنا للصبح. قطاعه، شغل قطاعه معايا، لها شغل كتير عندي كشاف. لكن عملتها لك، قلنا نعمل اللي هي بالفويل، ولكن مش هتشتغل قطاعه، هتشتغل كمولد اللي تقدري تحطي فيه مخبوزات، ونقدر نعمل فيه سبليهات كمان. طيب هو انا لو استخدمتها مره اقدر استخدمتها ده تاني وتالت ورابع، ما فيهاش اي مشكله خالص. اهم حاجه لازم تدهنيها بالزيت كويس جدا.